هل المتوقع يكون ثورة جديدة أو موجة ثورية جديدة أو هيبقى مظاهرة هتعدي وخلاص؟ والله أنا متوقع أن يوم 25 يناير ده هيكون فيه شبيه بالثورة اللي حصلت قبل كده. ليه؟ لأن الناس النهاردة وصلت لمرحلة صعبة جدا. النهاردة شغل مفيش، الحاجة بقت غالية جدا. حاجه كلنا ان شاء الله متابعين الحكم العسكري. والله بشي يوم ما هيكون عادي، هيكون في اعتقد هيبقى في احداث. يعني الواقع اللي احنا عايشين فيه ده بيقول كده. لا هو ان شاء الله باذن الله اليوم هيعدي ان شاء الله، بس هو يعني محتاجين امن شويه، يعني محتاج الامن ياخد باله شويه وربنا ييسر حال. لا والله 25 يناير بقول لك يناير مش هيكون ثوره جديده، لان تقدر تقول الشعب خلاص اتعلم الادب. فاحنا مقبلين على ثوره ثانيه، والله اعلم ممكن تكون ثوره جياع باللي بيحصل في البلد دي. يعني هو ممكن يعيون يتعتى وخلاص، ممكن تكون موجه ثوريه، لان احنا لغايه دلوقتي مرحله انتقاليه، مفيش استقرار بالمعنى المفهوم. ثوره جديده من اللي انت شايفاه من الاعلام والحاجات دي؟ لا تهالي لا. لا مفيش، مش هتكون مظاهره، بس ربنا يستر والدنيا تعدي على خير. يعني ان شاء الله هنحتفل، هننزل، هنكون مبسوطين، هنكون فرحانين بسنه جديده، واحنا النهارده اول يوم في السنه الجديده والدنيا تعدي على خير ان شاء الله. هيكون تمهيد لما كانت ثوريه، تمهيد، لان الدخله تبقى عامله حسابها يوم 25، عامله حسابها يوم 25. الثوره الحقيقيه تبقى يوم 1، يوم 1 2. وانا اتوقع ان هو يعني هيبقى في قلق في اليوم ده برضه. هيكون يوم سعيد للشعب المصري بعد طردهم لحسني والمرسي، والشعب هيكون في استقرار وفي سعادة. ما توقعش ان الشعب عايز واحد متخلف او واحد حرامي. لا يكون يوم سعيد بإذن الله، ربنا يستر. يكون حاجة تحصل، حاجة غلط او حاجة إرهابية او حاجات بتحصل مفاجأة ديت، واتمنى ان شاء الله يكون اليوم ده يعني يبقى كويس، واللي بعديه يكون افضل، يبقى زي ما كان قبل كده. كنا عملنا الثوره يوم 25 عشان حاجه تبقى افضل، فيكون العيد دوت يبقى حاجه افضل بعد كده ان شاء الله. حضرتك هتنزل يوم 25؟ والله اكيد ده اللي هيحصل ان شاء الله. والله يعني ممكن، ليه ما انزلش؟ ممكن، مع اني عارف ان ما عادش في جدوى. والله انا شايف ان ممكن اكيد في ناس كتير هتنزل، في اغلب القوى السياسيه هتحاول تشارك، يعني في بعض شايفين ان في حاجات لسه ما اتحققتش ليهم، بعض المطالب ممكن كل واحد يخرج، او كل فئه او كل انتماء سياسي يعبر عن وجهه نظره. هنا ونسمع هنا كلام، ما تعرف توهونا معاه، ما نعرفش الدنيا فيها ايه بالظبط. ربنا يولي من يصلح اللي احنا بنطلبه. لا سيب بالك كده في الدمار خالص.